الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب هاي أرباحي من قناة التليجرام، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم التوصيات الرابحة. وهلا شباب خلونا ننتقل على أخبار سريعة لعملة الشيبة. من الأسباب اللي منعت شيبة من الارتفاع هو إطلاق العملات اللي كان معمول عليها ستيكينج والانفراج عنهم للتداول. أغلب المستثمرين الصغار اللي رأس مالهم أقل من 100,000 دولار باعوا ملوا واتجهوا لغير عملة، والباقي قعدوا ينتظر أرباح العملة، وهو عارف منيح انه ما رح يحصل أرباح إلا بالبور ماركت، وهذا هو الصح. تصريحات من ريوشي كوساما مؤسس الشيبا بأنه اطلاق الشيباريوم بهذا الأسبوع. طبعا الشيباريوم هو البلوكشين الخاص بعملة الشيبا اللي ممكن منه تكسر عملة الشيبا صفر. وطبعا من وقت التغريدة للآن عملة الشيبا عاملة ارتفاع. أهم شيء شباب تكسر مناطق المقاومة 0.4017. صديقي انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم التوصيات وأهم الأخبار عن عملة الشيبا.